السلام عليكم. ترحيب إقليمي ودولي بانتهاء الأزمة السياسية في العراق وتأكيدات على الالتزام بالشراكة والتعاون الثنائي وتفاهمات متقدمة لتنصيب 3 نواب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف يستعد لإكمال التشكيلة الوزارية نهاية الشهر الجاري، وعملية عسكرية مشتركة تستهدف أوكار داعش الإرهابي في ديالة وتحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المناطق الرخوة في المحافظة. تحدي الموازنة الاتحادية يتصاعد مع اقتراب نهاية العام، ودعوات لاعتماد جداول ثابتة في ملف تسديد ديون البلاد. الحوادث المرورية تلامس حاجز 5000 في 10 أشهر، والإعمار تشرع بتأهيل الطرق الرابطة بين العاصمة والمحافظة. كانت هذه أبرز العناوين، التفاصيل على رأس الساعة. شكرا لكم، إلى اللقاء.